إيه، على كل حال جينا باسم الجمعية الصحراوية، ولكن بالدرجة الأولى كمواطنين صحراويين باش نرحبوا بالوفد الصحراوي اللي يخدم علينا، وعلى رأسه الأخ موسى السلمة الأمين العام لشبيبة الساقية الحمراء والذهب، العضو القيادي في جبهة البوليساريو. وباغيين مع جميع الصحراويين اللي جاوا نسجلوا حضورنا، نسجلوا هذا الاختراق، هذه لحظة مهمة. هذا الفندق عادة يعني تبارك علينا فيه سلطات الاحتلال المغربية والإسبانية، وكان دائما شاهد عيان على معاناتنا وعلى الخيانات اللي تعرضنا لها احنا الشعب الصحراوي. اليوم احنا جينا باش نقولوا كلامنا، باش نذكروا بقانوننا باللي يعطينا القانون الدولي والشرع والحقيقة الواضحة واللي ما عليها غبار. احنا بفضل نضالات هذا الشعب، بفضل معاناته، بفضل معاناة اللاجئين، وصلنا لهذا المستوى، والاستقلال قريب 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 إن شاء الله، وكل الوطن مشاهده.